الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هلا؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. بعد اذنك اكلم الدكتور. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير حال. اتفضل. انا عندي حلمين يا دكتور. في واحد كنت سالته قبل كده بس ما سمعتش تعليق كويس بتاع حضرتك، قديم، وفي واحد حديث. نعم، فممكن اقول لحضرتك الاثنين؟ طب اتفضل قول لي سريعا القديم اتذكره واقول لحضرتك. طيب القديم اللي هو كانت بطه بتطارد ديكرومي وانا بحاول ابعدها عنه، فهي عايزه تهجم عليها عشان تبعدني عنه. إيه؟ والمهم وصلت هي للديك الرومي وقطعته على الارض وواقفه برضه بصالي مش عايزه اقرب منها. مين؟ ده القديم. ايه دي؟ ايه دي اللي كانت بطه بتطارد؟ بطه بتطارد ديك رومي. اوكي. انا قلت لحضرتك قبل كده في الرؤيه ديت ان انت في امر في الشغل عندك وفي مشاكل وفي حد بيحاول ان هو يعوقك في امر معين. تمام. تمام كده؟ طب الحمد لله. هو كان في حصل بقى بعد كده حديث مع بين حضرتك ومدام هالة انا ما سمعتوش. تمام. حوالين نفس الموضوع ده. هو نفس الامر. انه لا، في نفس التفكير. انا اللي بس ما سمعتش. انا اللي قلت لك يوميها ان الديك مش هيقدر على البطه وهتفرتكه وتقطعه. حصل؟ ايوه البطه فعلا، وده حصل، البطه قطعت الديك. تمام بالظبط كده. وانا قلت لك ان انت صاحب حق ومهضوم الشغل بتاعك. تمام. والحمد لله رب العالمين. هي نفس الرؤيه. تمام. هو ده نفس التفسير اللي انا فسرته لحضرتك قبل كده. طب ايه الجديد يا استاذ عاطف؟ الجديد بقى يا استاذ عاطف، لا كان فيه بنفس التفسير ده حضرتك، كان في حوار بينه وبين مدام هاله انا ما سمعتوش. ايوه الحلم الجديد حضرتك اللي حكيته. الجديد. الجديد حضرتك، انا جوز اختي متوفي. نعم. فجالي في وانا نايم على السرير فقال لي انا تعبان، فانا قمت من على السرير ونايمته مكانه وغطيته، بس قلت له يعني خلف خلاف على سكات المدام نايمه برضه جنبي. نعم. فخليت هو يبقى خلف خلاف وغطيته بغطا لوحده وسبته على يبقى مرتاح يعني. نعم. ده الحلم. جزء اخت حضرتك المتوفى كان يعني بعد الوفاه بتاعته في امر حاجه معينه خاصه بيه، يعني زي تقسيم ميراث او في امر معين او مشكله مع اهل زوجته، اهل زوجتك، أهل زوجته؟ لا 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 لا، هو كان ليه حاجات خاصة بيه وأولاده تصرفوا فيها يعني. طيب يعني في حد ظلم ولا ما حد ظلم؟ لا. الحمد لا. لله رب العالمين. هو في هذا الموقف كون إن هو بيجي عندك في على سريرك وحياتك وبيتك، تمام، ففي أمر معين الأمر دوت ينتهي بالصدقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. وأستاذ عاطف معايا؟ طيب انا عايزك يعني ان شاء الله، اكيد انت فاكر التواصل بيننا اول مره كان دوت، ممكن تخش على الحلقه في اليوتيوب وان شاء الله تشوف الحلقه وتشوف التعليق اللي احنا عملناه على دوت، وان شاء الله هتلاقي نفس التفسير برضه باذن الله. واسال الله ان يفرج كربك يا استاذ عاطف، اللهم امين، وان شاء الله ينصرك على اعدائك في الشغل.